الحادية والعشرين يتفوق على ابن الأربعين بعد هذه العودة بالكرة إلى شمورسر والخطأ الفادح، الكرة على القائم الأيمن لاميلا لا يرحم، هدف أول لمصلحة روما. ذئاب العاصمة تتكلم وتأتي بالهدف الأول في شباك تشيلسي بعد الخطأ الفادح، جدا خطأ لا يغتفر لمارك شمورسر، هدف أول لمصلحة نادي روما بالخطأ الفادح كما نشاهد عودة الكرة باتجاه شمورسر لا يحسن التعامل لكن